مساكم الله بالخير أعزائي المتابعين، ويا هلا مرحبا فيكم. اليوم صراحة جايب لكم خبر جدا حلو، مشروع كنت أشتغل عليه خلال الأشهر الماضية الحمد لله اكتمل وجاهز أنه ينطلق، ويحتاج دعمكم القوي على أساس أنه يوصل لأكبر مجموعة ممكنة من الناس المهتمين في هاي النوع من المشاريع. طبعا هاي الحلقة هي مجرد إعلان رسمي عن إطلاق هاي المشروع. اسم المشروع أعزائي المتابعين هو منصة أوتار، وهي عبارة عن مكتبة صوتية لصناع المحتوى العربي يقدر أنه هو يبحث من خلالها عن المقاطع الموسيقية اللي تناسب الجو مال الفيديو اللي هو قاعد يشتغل عليه أو برنامج البودكاست اللي هو يشتغل عليه. كصانع محتوى أنت أكيد تعرف مشكلة الكوبي رايتس، مشكلة أن أنت تستخدم موسيقى مالك حق أنك تستخدمها في أعمالك الفنية. من خلال استخدامك لمنصة أوتار راح تتفادى هذه المشاكل، وتقدر أنك تستخدم الموسيقى في أي سوشيال بلاتفورم أو منصة تواصل اجتماعي أنت حاب تنشر أعمالك عليها. شنو اللي يميز منصة أوتار عن غيرها من المواقع اللي تقدم خدمة مماثلة؟ أول شيء طبعا موضوع السعر. سعر الاشتراك في المنصة هو سعر جدا تنافسي مقارنة بالمواقع الأخرى، غير أنك أيضا تقدر أنك تحصل على مو مقطوعة بس واحدة، ولكن أنواع مختلفة أو versions مختلفة من نفس المقطوعة الموسيقية. ممكن أنك مثلا تشوف إذا عجبت أغنية مثلا وتبي أنك ما تستخدمها بشكل كامل، تبي بس مثلا صوت الإيقاعات اللي فيها أو صوت الغناء أو صوت الوتريات، المنصة توفر لك كذا نسخة من نفس المقطوعة الموسيقية، فهي يساعدك طبعا على طريقة أسهل في بناء القصة اللي أنت قاعد تبنيها إذا كنت قاعد تشتغل على فيديو يوتيوب. خلال اليومين القادمين إن شاء الله راح أنزل فيديو تعريفي وتفصيلي أكثر عن هذه المنصة، شلون تقدر تدخل وتبحث وتنزل المقاطع اللي أنت تحتاجها حق أعمالك الفنية. فأتمنى منكم أصدقائي الأعزاء اليوم أنكم تروحون الموقع، راح أخلي عنوانه في وصف هالفيديو، وتقدرون تكتشفون المنصة بدون ما حتى تسوون حساب أو أن تدخلون معلومات بطاقة ائتمان. وإذا عندكم أي استفسارات طبعاً تقدرون تحطون لي إياها في التعليقات في هالفيديو. أتمنى أشوف الجميع في منصة أوتار.